حاطت رجلي في وش كل حقود. قلت أنا أخدت جوائز كأحسن رابر في أفريقيا، محدش بارك لي. أيوة. بيحقدوا عليك؟ لا، بس أنا عشان ما بعملش، ما عملتش، ما كنتش قادر وقت أعمل ضجة يعني على نفسي وبتاع، فاهمة؟ طب ليه لومتهم؟ أصل ده كان فيه عتاب شوية. عشان أنا برضو وضحت يعني، أنا خلاص قلت يا جماعة أنا هو معايا خدت 3 جوائز أفريقيا يعني، ده حدث في الراب وبتاع. فلقيت الناس اللي هو مروان كسب 3، تمام، فاهمة قصدي؟ غاروا منك. مع إن في رابرز تانيين في الوطن العربي في دول تانية كسبوا الجايزة دي، بينزل يعمل زفة بقى في الشارع ويعمل يطلع بيها في كليب وبتاع، فاهمة قصدي؟ فأنا مرضتش أعمل كده كشياكة، وافتكرت بقى إن أنا إن أنت هيفرحوا لك وهيفرحوا بيك يعني هيتعمل لي حاجة. فيمكن وقتها وأنا بكتب الأغنية دي كنت بحس اللي هو إيه ده، فين فين يا جماعة، فاهمة؟ بس عادي يعني. دسيت أبي يوسف جامد قوي بعد ما كانت علاقتكم كويسة، والمفروض إن هو حد وقف جنبك وشجعك. يعني عادي، قلت عليه إن كاريره بقى إنه يصطاد في المية العكرة. لا يعني ده كان زمان يعني، دول كانوا خناقتين قدام، كانوا بيف بالظبط، اللي هو الخناق يعني في الراب. بس دلوقتي يعني علاقتنا تمام، فاهمة قصدي؟ دي حاجة بتحصل في الراب. فاهم الناس يعني ايه بيف؟ بيف يعني في الراب لما اتنين بيبقوا، اصل احنا في مجالنا انت طول الوقت بتتكلم ان انت اجمد واحد، فطبيعي في اي مجال راب عالميا هتلاقي ان بعد شوية انا ابتديت اخد كلامك عليا، انت كلامي متاخد عليك، فممكن دي تفضل تسخن لغاية اما كلمة واحد يعمل اغنية كاملة، فبيبقى في بقى حاجة اسمها الدس، اللي هي الأغنية اللي بتشتم فيها واحد، فاهمة؟ ديس دي من disrespect. لا والله مش عارف، ديس من disrespect، مش عايز أفتي يعني، بس هي هي الديس بس. وبس يعني فعملنا ده، بس ده كان يعني ده دي حاجة وخلصت يعني، فاهمة قصدي؟ دلوقتي خلاص عديتوا الخلافات؟ لا عادي، ويعني حصل حاجات كده برضو، أنا كلمته وكلمني مش عارف إيه، فالموضوع ده هدي.